يقول السائل: شخص إذا أراد البول يخرج مع البول مني في كل قضاء للحاجة، فماذا يلزمه في هذه الحالة؟ إذا كان أنه يخرج بدون شهوة وبدون لذة فحكمه حكم البول، يستنجي ويتوضأ منه. أما إذا كان يجد مع خروجه لذة ويخرج بدفق مثل الجماع أو مثل، فهذا يوجب الاغتسال. نعم.